الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن المغرب البلد الأحسن في إفريقيا فيما يتعلق بتسهيل التجارة بعد جنوب إفريقيا، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذها وترمي إلى تسهيل المبادلات التجارية والمتمثلة أساسا في دعم التنقل الحر للبضائع خارج الحدود وإلى غاية وجهتها. وأفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن المغرب أصبح يملك أقوى اقتصاد في منطقة شمال إفريقيا، وذلك منذ سنة. قال عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج إن المغرب استقبل في الثلاث سنوات الأخيرة ما يقارب 30,000 مواطن من مغاربة المهجر جراء الأزمة السياسية التي عرفتها العديد من البلدان العربية والإفريقية، ناهيك عن عدد من الأسر التي عادت للاستقرار بأرض الوطن بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في بعض بلدان الاستقبال وخصوصا في إسبانيا وإيطاليا. في موضوع آخر، كشفت نتائج البحث الدائم الذي تقوم به المندوبية السامية لتخطيط أن أكثر من 30% من الأسر المغربية لا تستطيع توفير حاجيتها اليومية إلا عبر اللجوء إلى الاقتراض. وأضاف التقرير الصادر حديثا أن 58.4% من المغاربة هم من يستطيعون إكمال الشهر دون الاستعانة بالاقتراض، بينما 5.7% فقط من الأسر هم من يستطيعون توفير قدر من المال. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة الدار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الثلاثاء على وقع الارتفاع، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسة اليوم على 0.77% بمجموع 6932.54 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل شركات المدرجة في البورصة أنجزته ب 0.72% أي 8549.30 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سهم جيت ألوماروك حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 6.60% ليرتفع سعر سامي إلى 166 درهم. في المركز الثاني حل سهم ألومنيوم المغرب والذي تحسن بما نسبته 5.39% لينتعش سعر سامي ب 1197 درهم. وفي المقابل تصدر سهم إنفوليس قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 6.98% ليتراجع سعر سامي إلى 115 درهم. في المركز الثاني حل سهم سوتيما بانخفاض نسبته ناقص 5.62% ليتراجع سعر سامي إلى 1041 درهم. ونختم مشاهدينا بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم. الأورو ثمن الشراء 11.12 وثمن البيع 11.18. الدولار الأمريكي ثمن الشراء 8.38 وثمن البيع 8.43. الدرهم الإماراتي ثمن الشراء 1.28 وثمن البيع 1.29. الريال السعودي ثمن الشراء 1.23 وثمن البيع 1.25. بهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه
يمكن لي نعرف شحال بالضبط هيعوضني التأمين ديالي؟ هي أنا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا أساس التعويض. أكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الأساس اللي عليه كتعوضوا. أكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير.